كل القائمين على الإجراءات الاحترازية، وخاصة طبعا يعني محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بيقوم بمجهود كبير جدا، وقال إن الجبلاية قررت دعوة الأطباء لحضور مباريات الدوري. الجيش الأبيض تم دعوته لحضور الدوري طبعا تكريما ليهم على الدور المؤثر والدور الكبير اللي قاموه على مستوى الرياضة وفي البلد كلها، إن الجيش الأبيض يكون موجود في مباريات الدوري. طيب عشان نشوف ونسمع الخبر، معانا الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية طبعا باتحاد الكرة. مساء الخير يا فندم، بنرحب بحضرتك. أهلا كابتن علي، مساء الخير يا فندم. مساء الخير على حضرتك إيه؟ وعلى ضيوفك، الله يخليك. طبعا النهاردة كانت بداية الدوري، انطلاقة استئناف ببطولة الدوري، عايزين نعرف إيه الإجراءات اللي تمت، طبعا الإجراءات الاحترازية اللي تمت قبل انطلاق مباراة نادي الزمالك والمصري النهاردة. الحمد لله، دي أول مباراة في عودة الدوري. طبعا احنا بقالنا أكتر من 45 يوم بنجهز لهذه المباراة، الفرق ابتدت ترجع للنشاط الرياضي والتدريب. طبعا الأول حاجة عملتها اللجنة الطبية هي إعادة دليل إرشادي كود في كل الإجراءات الوقائية التي يجب اتخاذها من كل الفرق، والحمد لله توزع على كل الفرق وتواصلنا مع كل الأجهزة الطبية. والنهاردة كان البروفة الحقيقية أو الماتش الأول لتطبيق هذه الإجراءات. الحمد لله بنسبة نجاح كبيرة جدا، في التزام من النوادي، التزام من اللاعبين، في التزام من كل المتواجدين داخل الاستاد. طبعا الإجراءات بتبتدي من أول دخول اللاعبين، التباعد، المسافات الآمنة، الماسكات، استخدام المطهرات، التواجد داخل غرف الملابس في مسافات بعيدة، عدم مشاركة الأدوات الشخصية. نزل الفريق الأول، فريق الضيف، ثم الفريق المضيف، ثم الأطباء. تم طبعا مراجعة، كان في مراقب طبي موجود، تم مراجعة كل الإجراءات داخل الاستاد والتأكد من تعقيم أو تطهير كل الأماكن المشتركة. هي المشهد يعني زي ما حضراتكم شفتوه مشهد رائع، والبداية موفقة إن شاء الله، وربنا يوفق إن شاء الله ويتم استكمال باقي المباريات على خير. دي فكرة رائعة دكتور، وبعدين ده أقل تكريم يعني نقدمه النهاردة لأطبائنا، أطباء مصر، لأن الحقيقة الفترة اللي فاتت ديت يعني بذلوا مجهود كبير جدا، وفي منهم من استشهد يعني في سبيل الخدمة دي، فده أقل تكريم وإحنا بنشكر حضراتكم عليه. يعني ده دي أقل حاجة ممكن تقدم لهم. يعني بشكر حق. اتفضل يا دكتور. بشكر حضرتك وبشكر بالنيابه عن كل زملائي الاطباء، والحقيقه ده اقل شيء ممكن نقدمه لزملائنا الاطباء. أكيد. اللي بذلوا مجهود خلال الفتره السابقه. النهارده كان معانا مجموعه من الاطباء يعني موجودين عشان يشاركوا في ضرب الانطلاقه البدايه لعوده الدوري. الحقيقه كانوا سعداء جدا، والاتحاد الكره الحقيقه عمل مبادره انه دعوة مجموعة من الأطباء كل مباراة للحضور وبداية انطلاق المباراة، ودي حاجة كويسة جدا، والحقيقة ده أقل شيء نقدر نقدمه لزملائنا الأطباء على مجهودهم الكبير في الفترة اللي فاتت. دكتور طبعا ده أقل شيء، لكن عايزين كمان يكون التكريم شيء يليق بيهم. يعني أنا في رأيي الشخصي إن ممكن جدا يتعامل ممر شرفي، لأن إحنا بنشوف الكلام ده حتى مع الأبطال وهم نازلين. فأنا أعتقد الدكاترة هم فعلا أبطال المشهد الفترة اللي فاتت، فمش مجرد التكريم إن هم يحضروا المباراة، لا. أنا يعني بقول يعني فكرة إن هو اللعيبة تقف صفين والدكاترة الموجودين يمروا واللعيبة تسقف لهم ممر شرفي موجودين على الشاشة دي. أقل أعتقد ده هيكون تكريم الناس كلها كمان تشوفه، مش مجرد ان هم بيتفرجوا على المباراة موجودين في الاستاد. فيا ريت ان شاء الله ده يكرم، او ده ان شاء الله يفعل باذن الله. في تباعد اجتماعي بقى، وفي تباعد اجتماعي يعني الدنيا. لا ما لوش علاقه التباعد الاجتماعي، دول هينزلوا يعني هيبقى فكره لا باس بيها. يعني متفق معاك يا كابتن هاني، والحقيقه الاطباء الزملاء يعني هم بيهمهم ان هم يقوموا بعملهم، اهم شيء ده يهمهم الكلام اللي حضرتك بتقوله وكل الاعلاميين المحترمين بيقولوه. الابريشيشن والتقدير ده هو بالنسبه لهم كفايه جدا، وتقدير دورهم في الفتره اللي فاتت ده بالنسبه لهم كفايه جدا. الحقيقه احنا مهتمين، ويمكن زملاء الاطباء الموجودون قالوا لي احنا عايزين نهتم اكتر ان احنا نراجع الاجراءات الوقائيه ونراجع الاجراءات الاحتياطيه ونطمن انه المباراه تمر بامان. يا دكتور احنا مش يعني هم الحقيقه مش مهتمين بان هم يكرموا او لا، هم مهتمين بان المباراه تعدي بامان ويستكملوا دورهم اللي عملوه في الفتره اللي فاتت.
فاحنا بنشكر حضرتك بالنيابه عن كل الاطباء، وبنشكر يعني كل الاعلاميين اللي يعني بيقدروا هذا الدور اللي قام بيه الاطباء في الفتره اللي فاتت. دكتور محمد فرصه، طمنا على حاله او الحالات المصابه داخل الفرق. طبعا الانتاج الحربي اكثر الاصابات فيه، فلو حضرتك تطمنا على الحالات ديت، هل في طريقها للشفاء ان شاء الله؟ احنا عندنا طبعا حمدي فتحي ربنا يقومه بالسلامه او يقومه بالسلامه ان شاء الله. باقي اللعيبه في باقي الفرق، أطمن حضرتك إن الإنتاج الحربي كان باقي 8 لاعبين حالاتهم إيجابية منذ 3 أيام، وعملنا لهم مسحة منذ 48 ساعة ونتيجتها طلعت الحمد لله الثمانية طلعوا سلبيين. كويس. الإنتاج الحربي يعني أصبح الوقت كل لعيبته الحمد لله تعافوا وابتدوا يرجعوا ثاني للتدريب، فإن شاء الله الأمور تسير بصورة جيدة. معظم الأندية الثانية عندهم لاعب أو لاعبين، والحقيقة كل الحالات اللي إحنا شفناها أو اكتشفناها أثناء إجراء المسحات هي حالات الحمد لله بدون أعراض، ده معناه يعني إنه مناعة اللاعبين جيدة وإن هم بيقدروا يقاوموا المرض، والتعافي بيكون سريع. يعني التعافي سريع بالظبط بالظبط، التعافي بيكون سريع. إحنا بنعمل طبعا مسحة تاني بعد 10 أيام من اختفاء الأعراض أو عدم وجود أعراض، ومعظم الحمد لله اللاعبين اللي ما عندهمش أعراض بتطلع المسحة الحمد لله سلبية، ونعيد تقييمهم طبيا بقى من ناحية القلب والرئة ووظائف التنفس، وبيرجعوا تاني للتدريب مع زملائهم إن شاء الله. بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا يا دكتور محمد سلطان.